مساء النور جميع الإخوان في هذا الصباح الجميل في الفضاء الأزرق. تحياتي لجميع الإخوان الكرام. اللحظة كانت تواجدوا في فندق فرح رفقة جمعية النوبة الأندلسية برئاسة الأستاذ الأكاديمي والفنان الكبير مولاي إبراهيم الوزاني. جمعية النوبة الأندلسية المهتمة بكل الفنون التراثية من وعلى رأسها فن الآلة، كذلك الملحون، الفن العساوي، كل الفنون التراثية. وفضل هذه الجائحة سابقا كانت اللقاءات ديالهم كلها كتكون عن بعد، إنما في هذه الفترة الأخيرة كيتم اللقاء حضوري. وفي هذه اللحظة في خلال اللقاء ديالهم التقاو باش يدلوا بكلمة أو بشهادة صغيرة في حق الراحل الإعلامي، رحيل الإعلام ورحيل الوطني صلاح الدين الغماري، اللي رحل عنا فجأة وبدون ميعاد. إنا إلا وإنا إلى راجعون. نخليكم مع الأستاذ والفنان مولاي إبراهيم الوزاني. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على مولانا رسول الله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الخير جميعا. باسمي واسم جميع أعضاء مكتب النوبة الأندلسية أحييكم وأقول لكم بإذن الله، نسأل الله جميعا أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يجمعنا قريبا إن شاء الله في إن شاء الله مناسبات أفضل وأفضل. إذن النوبة الأندلسية الجمعية ديالنا في ظل هذه الجائحة قلنا بأن لابد يبقى ذاك الوصال بيننا وبين الجمهور ديال الموسيقى الأندلسية أو ديال التراث الأندلسي. كوننا واحد الأكاديمية سميناها أكاديمية النوبة الأندلسية، اللي كندرسوا فيها كل أسبوع كل أربعاء من الخمسة العشية حتى الثانية عشر العشية. الأربعاء الأول كنديروا الموسيقى الأندلسية، الأربعاء الثاني كنديروا الطبوع والمقامات. إذا النوبة الأندلسية كنديروها مع الأستاذ مولاي الحسن الوزاني. الأربعاء الثاني الموالي كنديروا الطبوع والمقامات مع الفنان مروان الحجي. الأربعاء الثالث كنديروا التراث العساوي مع المقدم ياسير الشرقي. والأربعاء الرابع كنديروا السماع والمديح مع الفنان الكبير عبد الإله الدوامنيع. وبهذه المناسبة كنبغيو باش نترحموا على كل شهداء كورونا، وكناخذوا على سبيل المثال الشهيد ديالنا سيدي صلاح الدين الغماري. نطلب الله بأنه يتغمده بالرحمة والمغفرة ويلحقنا به إن شاء الله مؤمنين تائبين طائعين لا مبدلين ولا مغيرين. وليلة مباركة وإن شاء الله نتلقاو قريبا بإذن الله. السلام عليكم. شكرا أستاذي ومتمنية لك بالتوفيق إن شاء الله. اللهم أمين. حنا وياكم سيدي. تحياتي سيدي إبراهيم، حفظكم الله. اللحظة مع الأخت ديالنا لالا أمال سامور. مرحبا. شكرا. الوفاة المفاجئة ديال هي كان خبر قاسي على المغاربة أجمعين، خصوصا وأن صلاح الدين الغماري رحمة الله عليه كان صحفي مجد، كانت عنده واحد البصمة خاصة بك كيخاطب قلوب المغاربة كاملين، كان قريب لنا بزاف وزنا معه واحد 3 شهور ديال الحجر الصحي اللي بصمها لنا بواحد الأمل وواحد الخوف ديالو علينا كمغاربة إلى آخره. فكنوجه التعزية ديالي باسم جميع أعضاء جمعية النوبة الأندلسية، العائلة الكريمة الله يصبرهم، الله يصبر ميمتو، الله يصبر الزوجة ديالو، الله يحفظ له ويصبر ولده، وإن شاء الله يكون في أعلى المراتب، والله يرحمه برحمة الله. اللهم آمين. كانت آخر مكالمة عندي معاه قال لي إن شاء الله تسالي هاد كورونا هذه ونتجمعوا كم كانسة اللي كاينين في كازا وتكون شي ليلة ملحونية أندلسية عيساوية إن شاء الله. كان محب للتراث، كان محب للتراث وكان مغربي أصيل. شو نقدر نقول لك؟ شو الدنيا شو الآخرة إن شاء الله. لا إله إلا الله. اللهم آمين. سيدي سعد، اللحظة نخليكم مع أمين مال الجمعية الأستاذ سعد بن موسى. ولي سعد مغزال ديالي. هذا سعد بن موسى عازف الإيقاع رقم واحد في المغرب، حفظك الله ورعاك، أمين مال جمعية النوبة الأندلسية. الحمد
الحمد لله غادي نضيف اللي ضاف اللي قال الاستاذ وهي الحمد لله بادره طيبه وكان ناشد جميع الجمعيات ان شاء الله يديروا نفس المبادره باش ان شاء الله نحاولوا نعطيو القليل لهاد الفنانه اللي مساكن ما قدوش في هاد الظرف ديال كورونا بطبيعه الحال لان صراحه شحال الفنانه مساكن ضايعين وما عندهمش امكانيات لا ماديه ولا هذا على الاقل نديروا شي حاجه بحال هكا باش نعاونوهم ان شاء الله ونساعدوهم والخير الحمد لله امام ان شاء الله هادشي غادي يدوز غادي نعاود عليه في الماضي وان شاء الله باذن الله غادي يكون غير خير وحفظك الله ورعاك ونشكر سيدي عمي على هاد البادره الطيبه هذا هو واجب كيف ما قلت جمعيه نوبل الاندلسيه معروفه بالفن باهتمام ديالها بالتراث بجميع الانواع التراثيه المغربيه الحمد لله باش عمرو ما يموت وعمرو ما ينضطر وبدوري كنترحم على الاستاذ الفاضل اللي المغاربه كلهم تيحبوه كما قالوا لي في العائله انه ولا واحد فرد من العائله ديالنا سي صلاح الدين غماري رحمه الله الله يجعله في الجنه وتقبلوا ان شاء الله في جنات النعيم ورحمه الله والله يلحقنا به المسلمين كان محب للتراث رقم واحد سبحان الله دائما رحمه الله وفنان انيق الله يغفر له ويرحمه ويحرم من الزمن ويجعلنا اعطينا حسن الخاتمه وشكرا لكم على هذه اللقاءات اللي بدات مستصله في جمعيه النوبه الاندلسيه الحمد لله هذا العام تبارك الله ان عيسى هو نوعتوا في كل شيء والاله والسماع والحمد لله هو يعني حاولنا نوعوا حفاظا على التراث وتشجيعا للفنان هذا هو الهدف فعلا ايوا الله تجيبنا بالخير نتمنى لكم التوفيق خويا سعد ان شاء الله الى الملتقى ان شاء الله ان شاء الله حفظكم الله ورعاك شكرا اذا اخواني كيف ما شفتوا وكيف ما تبعتوا هذه جمعيه النوبه الاندلسيه التقوا باش يقولوا بعض ولو كلمات قليله في حق الاعلامي اللي فقدناه وفقدوا الجميع الاخ والصديق صلاح الدين الغماري رحمه الله عليه وكذلك نطلبوا من الله يرفعنا البلاء وهذا الوباء فصراحة كل شيء باقي مصدوم وكل شيء كيقول ما تيقناش هذا الموت ديال صلاح الدين الغماري رحمة الله عليه صلاح الدين الغماري وشكرا لجميع الأصدقاء شكرا حافظ زيدان شكرا محمد وهبي شكرا توفيق الهلالي كل شكر لكم تحياتي لكم